خرجت من كلية الطب جامعة بغداد 1996، أخذت الاختصاص الأول من جامعة أوبسالة، الاختصاص الثاني من جامعة أوربرو في السويد. عندما عرضت علي دعوة الإمام أحمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام بالدعاء بكونه وصي ورسول الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري، تعاملت معها كما أتعامل مع أي حقيقة طبية، الأمر يجب أن يكون عقلي، يجب أن يكون منطقي. فوجدت أنه الأدلة الذي قدمها هذا الرجل على كونه وصي ورسول الإمام المهدي هي نفس الأدلة التي جاء بها كل الأنبياء والرسل السابقين، بما أنه أنا كمسلم وملزم حسب معتقدي أن أؤمن بكل الأنبياء والرسل السابقين، وجدت نفسي أنا أيضا ملزم بأن أؤمن بالطريقة أو القانون الذي جاءوا به، قانون معرفة الحجة اللي تعرفوا به الناس على هؤلاء الأنبياء والرسل السابقين. فوجدت أنه القانون نفس هذا القانون، فأنا ملزم عقائديا أن أعطي بيعة لهذا الرجل، وإلا إذا رفضت هذا القانون أكون رفضت كل هؤلاء الأنبياء والرسل السابقين، وأكون قد خرجت من ملة الإسلام أيضا.